شيخ عبد الرحمن شيخ احمد بلي مودي كتان شيخ سعد الدين تاني رتان دان شيخ سلمان فارسي ديران داوان يا جد جد الارشاد امامنا البنجاري يا جد جد الارشاد امامنا البنجاري يا جد جد الارشاد مصطفونا البنجاري الله الله يا جد جد الارشاد مصطفونا البنجاري شيخ ابو حميد دي سبيتا محمد ارشد سباقاتا بنغاران محمد الصمد قاضي بنجر مسجد جمال الدين مفتي سمطرة شيخ عبد الرحمن مفتي دبانجل شيخ شرواني عبدا دلف فكر مركز ذريتا يا جد جد الارشاد امامنا البنجاري يا جد جد الارشاد يوسف سيغانا شيخ سليمان كردي بالك بابا ذرية hampir seluruh negerian شيخ أرشد berhasil melaksanakan amanah wasiat paguruan mencetak ulama zuriatan hingga kini terus bermunculan ya sementara untuk cari bekalnya akhirat lah akhirnya kematian pintunya kubur kiamat kecilnya penentu akhiratnya Allah ya
هذا